ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم مدام لميا؟ انا مع حضرتك اهو. الله يسلمك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. ممكن اسلم على الشيخ؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يسلمك. معلش هسألك سؤال بس. اتفضلي يا حبيبتي. انا لما بصلي الفجر وانام اشوف احلام وحشة قوي، ولو مثلا نمت يوم من غير ما اصلي الفجر انام عادي وما اشوفش اي حاجه وحشه. ده الشيطان بقى. وانا بصلي اغلبيه الحاجات اللي انا ناسيها افتكرها وانا بصلي، وانا موضع الصلاه على طول، بصلي يعني كامل الليل والضحى والحمد لله موضع على الصلاه ربنا يتقبل منك على يا رب. طول. فانا مش عارفه ايه ده. حاضر حاضر يا موسى المتباين. اتفضل يا دكتور محمد. هي بتصلي الفجر، لما بتصلي الفجر وتنام بتشوف كوابيس. بتشوف كوابيس، لما ما بتصليش بتنام كويس. لان ربنا حسب المساله. واحنا المفروض نمشي على المنهج الكتالوج اللي ربنا عده الانسان سبحانه وتعالى. اللي هو ايه؟ ربنا قال في القران: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. الناس قلبت الايه فجعلت الليل ايه؟ معاشا، طول القاعدين قدام التلفزيونات وطول النهار نايمين. فده بقى في خلل، بقى في مشكله كبيره جدا. المفروض ان احنا ننام فعلا بدري ما استطعنا، وان احنا ننام بالليل. لكن هي صحيح حضرتها بتصحى وبتصلي الفجر وبعد كده ممكن ان هي تنام. الاصل ان احنا ننام بدري وبعد كده ان شاء الله نصلي الفجر ثم نبدا يومنا، لان الرسول قال لنا البركه في ايه؟ في البكور. واي عمل واحد يبتدي يعمله بعد صلاه الفجر ده اكيد فيه بركه. هو ربنا بيحب هذه السيده جدا، وبيحب اي حد يصحى الفجر ويشوف ربنا بيحبها وبعت لها جرس انذار. هذه الكوابيس وهذه الاحلام المزعجه ربنا بيقول لها حاولي تنامي بدري وتصحي بدري وتشتغلي وتؤدي اعمالك طوال مع بدايه النهار كده الصبح، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ان شاء الله. ان شاء الله. لكن انا انصحها، بتسرح بقى في الصلاه وتفتكر حاجات كتير، وده الشيطان برضه. ايه؟ بتسرح كتير في الصلاه وبتفتكر كل حاجه ما طبعا السرحان في الصلاه دي ظاهره صحيه، معناها ان هي انسانه كويسه. ما هو الشيطان ما بروحش على حد قاعد على قهوه او حد قاعد في خماره، دايما الاسلام تجدين الشيطان الرجيم للي قريب جدا من ربنا. فهي انا انصحها بانها كل يوم الصبح بس اول ما تصحى من النوم وتصلي الفجر تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح: عليكم بحاجتين اثنين هم يا رسول الله، عليكم بلا اله الا الله والاستغفار، فان الشيطان قد قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. فواجبنا أن نهلك هذا العدو المضل المبين، إن إحنا دايما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير.